هذا المزالة. لسنا موظفين حقيقيين، نحن مجرد مستخدمين وعوان بنص القانون، لا غير الأكاديميات، لأن الأكاديميات ما هي إلا مؤسسات مستقلة عباد الله. اليوم 1 و2 فبراير تخوض تنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إضرابا وطنيا متزامنا مع وقفات احتجاجية في مجموعة من المديريات عبر ربوع الوطن، كهذه الوقفة الاحتجاجية أمام المديرية الإقليمية بمراكش، مواصلة من معركتنا النضالية واحتجاجا على ما تعرض له زملاؤنا وزميلاتنا من محاكمات صدرت في حقهم أحكام جائرة وصلت إلى حدود 10 سنوات موقوفة التنفيذ في حق 10 أساتذة وأستاذات موزع عليهم بالتساوي، مع كم الأسف لا زال وضع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هو نفسه الوضع الذي يعاني من داخله الأساتذة الهشاشة، رغم ما يروج من مغالطات حول الملف على أساس أنه تم حل الملف، الملف لا زال يراوح مكانه، ومن يحاول أن يروج على أن الملف تم حله نسأله أين هي المناصب المالية في إطار قانون المالية التي تؤكد إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية. هذه المناصب غير موجودة، لا سواء في قانون المالية سنة 2023 ولم يصدر حتى قانون تعديل القانون المالية حتى نتكلم على أنه تم طي ملف التعاقد. ملف التعاقد لا زال يروح مكانه، ما يتم هو محاولة الالتفاف على مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية من طرف وزارة التربية الوطنية من خلال إصدار نظام أساسي جديد يكون فيه كل من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى جانب زملائهم الرسميين، وهذا لا يعني الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. كذلك تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية احتجاجا على ما يتعرض له الأساتذة والأستاذات من مجموعة وأطر الدعم مجموعة من المضايقات، وكذلك تضامن مع أبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات الذين حرمتهم وزارة التربية الوطنية من حقهم في الحصول على نتائجهم خلال هذه الدورة الأولى المنصرمة، على أساس أن وزارة التربية الوطنية لا تريد استجابة لملفات الشغيلة التعليمية، بحيث قررت الشغيلة التعليمية من خلال مجموعة من الفئات أن تعمل على مقاطعة تسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة التربوية. هنا يجب أن نوضح أن هذه الخطوة هي خطوة احتجاجية على وزارة التربية الوطنية، أما بالنسبة لأبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات الذين تضامنوا معهم فقد قمنا بإنجاز الفروض الكتابية معهم وتصحيحها وإطلاعهم على نقطهم وبالتالي هنا نؤكد على تضامن المبدأ والمشروط مع أبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات، ونحتج وبشدة على كل محاولات التي يتم من خلالها محاولة كسر هذه الخطوة النضالية المتمثلة في مقاطعة تسليم نقاط فروض وأوراق مراقبة مستمرة للإدارة من طرف وزارة التربية الوطنية عبر مديريتها الإقليمية من خلال تهديد الأساتذة وتخويفهم بمجموعة من الإجراءات. هذه الخطوة النضالية لجأنا لها بعد خوض مجموعة من الأشكال النضالية، لكن واجهتنا وزارة التربية الوطنية بسياسة الأذن الصماء والالتفاف على مطلبنا، وبالتالي اليوم نحن هذه النقاط موجودة لدينا ومستعدين لتسليمها لأبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات في حال استجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة كشغيلة تعليمية وكمفروض عليهم وعليهن التعاقد.